مباراة مش سهلة تماما، ولاعيبة كبيرة وبتقدم مستويات ممتازة. لاعب زي اللي قدامك ده امكانياته تدل انك في مواجهة قوية جدا. مش وليد الصدفة تماما ان اوكلاند يتواجد في كاس العالم للاندية للمرة العاشرة. فريق كبير ومباراة لازم لها تحضير كبير جدا علشان نقدر نفوز بيها. السلام عليكم. حلقتنا النهاردة هنتعرف فيها عن كل حاجة تخص منافس النادي الاهلي في كاس العالم اوكلاند سيتي. هنتعرف على النقاط القوة والضعف، وهنتعرف عن اميز اللاعبين، وهنستعرض ارقامهم مع الفريق وطريقة لعبهم، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا تخص اوكلاند سيتي. حلقة مميزة ان شاء الله، وهتكون دسمة جدا، فياريت يعني تحضر كوباية الشاي بتاعتك وتعالى عشان ندردش شوية مع بعض. اتمنى قبل ما تبدأ الحلقة توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديدة. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي، يلا بينا نبدأ الحلقة. بص يا سيدي، فريق اوكلاند سيتي هو اكتر فريق شارك في مونديال الاندية، لانه شارك في 9 نسخ قبل كده، والنسخة الحالية هي النسخة العاشرة. رغم ان النادي اصلا اتأسس في سنة 2014، ولكن في 19 سنة دول قدر يفوز ب 36 بطولة، منهم 10 بطولات قارية، وهو اكتر فريق لعب مباريات في كاس العالم للاندية ب 14 مباراة. يعني مش مواجهة سهلة تماما على فكرة. وللعلم سبق ولعبنا معاهم في سنة 2006، وقدرنا نفوز بنتيجة 2-0، واللي سجل وقتها الاهداف امادو فلافيو وامير القلوب محمد ابو تريكا. تعال بقى ننتقل لطريقة لعب اوكلاند سيتي. اوكلاند بيلعب بطريقة لعب 4-2-3-1، وبيلعب برضو بطريقة لعب 4-3-3، يعني نفس الطرق اللي احنا بنلعب بيها تقريبا. المدير الفني بتاعهم بيحاول ينفذ طريقة لعب انريكي وجوارديولا، مدير فن اسباني لسه صغير في السن، بيحاول يعتمد على الاستحواذ، والتمرير والتحضير الكتير من اول الملعب، وفعلا بيحضر بتمريرات كتير جدا جدا جدا. مدرب اسباني، ودي طريقة لعب الاسبان. وطبعا عارفين ان الاسبان بيعتمدوا على عدد من التمريرات الكتير علشان يفتحوا ثغرات في المنافس، ولكن المدير الفني بتاع اوكلاند بيعتمد اعتماد تام على الاطراف، لانه عنده اجنحة مميزة جدا، ودايما لاعبين نص الملعب عندهم عامل كبير جدا، وبيشاركوا بشكل كبير في الاهداف. دايما بيدوا الفريق الاستحواذ والتكملة الهجومية بشكل مميز جدا داخل منطقة الجزاء، ودايما في 2 لاعيبة من نص الملعب بيكملوا بشكل كبير، وعندهم سلاح التسديد بقوة. وفعلا كواليتي نص الملعب عندهم عالي، وصعب جدا تلاقيهم بيلعبوا كرات طولية، علشان كده هتلاقي الخطوط قريبة من بعض دايما. يعني الخلاصة كده، بيعتمدوا على التحضير الكتير والتمريرات الكتيرة علشان يوجدوا ثغرات في المنافس. التحرك الكبير ما بين لاعبي نص الملعب والتكملة داخل منطقة الجزاء علشان يبقى في كثافة عددية، والاعتماد برضو بشكل كبير على الاجناح اللي عندهم، لانهم لاعبة سريعة ومميزة وعندهم مهارة مميزة جدا. اما بقى عن نقاط الضعف، فهم دايما بيصروا انهم يبنوا الهجمة من الخلف، وده في بعض الاحيان طبعا بيبقى فيه عامل قوي جدا، ولكن لو تنفذ بشكل صحيح. بس لو المنافس بتاعهم قدر ينفذ الضغط العالي عليهم ويقطع الكرة من نص ملعبهم، بيبقى في مساحات كبيرة جدا. زائد ان برضو عندهم نقاط ضعف في الكرات العرضية، وتسجل اهداف كتير جدا من الكرات العرضية في الموسم اللي فات. ضيف على اللي انا بقوله لك ان في بعض الاحيان بيكون في سرحان في التمركز، لانهم كلهم في الحالة الدفاعية بيكونوا قريبين جدا من منطقة جزائهم، بمعنى اصح بيكونوا ورا الكرة بالشكل اللي قدامك ده. اتفرج على المساحة الكبيرة جدا اللي موجودة خارج منطقة الجزاء، اللي ممكن اي لاعب من المنافس يستلم ويحضر ويسدد ويسجل، وهم لسه واقفين ورا الكورة وبيحموا منطقة جزائهم فقط. فانا شايف ان نقاط ضعفهم كبيرة ان شاء الله، ونقدر نستغلها بتسديدات عمرو السولية ومروان عطية اذا لعب المباراة دي. وفي الناحية التانية برضو تقدر تعمل كرات طولية مميزة جدا، وتعتمد على السرعات اللي عندك لاحمد عبد القادر وحسين الشحات، والاظهرة اللي عندك عندهم عامل قوي جدا انهم يشتغلوا كرات عرضية كتير، لان فعلا هم الاطوال عندهم مش كبيرة، رغم انهم لسه متعاقدين مع مدافع قوي
قوي وطويل، ولكن لسه ما انسجمش معاهم وما دخلش معاهم بشكل كبير. تعال بقى ننتقل لابرز اللاعبين اللي عندهم. رقم واحد اللاعب ديلان مانيكوم، ده صانع العاب نيوزيلندي، بيقدر يلعب جناح يمين وجناح شمال، وبيلعب معاهم من موسم 2015 حتى موسم 2021-2022، وسجل خلال الموسم ده 8 اهداف وصنع 3 اهداف. اما بقى عن اللاعب الثاني فهو اللاعب ايماليانو تادي، ده مهاجم ارجنتيني الجنسية عنده 34 سنة، لاعب قناص بمعنى الكلمة، مسجل اكتر من 130 هدف مع الفريق، ولاعب سبق ولعب مع نادي افريقي وهو نادي سان داونز في موسم 2019، وكان متواجد في مباراة 5-0 امام النادي الاهلي على مقاعد البدلاء. اللاعب ده شارك مع الفريق في موسم 21 في 30 مباراة، قدر يسجل فيهم 19 هدف وصنع 4 اهداف، وسجل 4 اهداف في الموسم اللي انتهى من الايام. اما اللاعب الثالث وهو اللاعب تاكويا بواتا، وده اكبر لاعب في الفريق، عنده 39 سنة، لاعب ياباني بيلعب في مركز الباك الشمال، لاعب مميز جدا، عنده اوفرات فعلا متقنة جدا، لاعب مهاري فرديا، سريع، فعلا مميز جدا وخطير على الناحية الشمال. اللاعب الرابع وهو اللاعب كاميرون هويسون، اللاعب ده عنده 28 سنة، نيوزيلندي، هو كابتن الفريق حاليا، بيلعب في مركز 8، وسبق ولعب في الدوري الانجليزي في نادي بيرلي، وبيلعب مع اوكلاند من موسم 2017، وهو من الركائز الاساسية في الفريق ولاعب مؤثر جدا في الملعب حرفيا. اما اللاعب الخامس وهو اللاعب ريان دي فريس، واللاعب ده عنده 31 سنة، كان موجود مع الفريق قبل كده في موسم 2014، ورجع للفريق مرة تانية في الموسم اللي فات، ولعب في الموسم اللي فات 31 مباراة، قدر يسجل خلالهم 8 اهداف وصنع 4. اما اللاعب السادس والاخير وهو اللاعب جيرارد جاريجا، اللاعب ده عنده 29 سنة، اسبان الجنسية، واكتر لاعب بينفذ طريقة المدير الفني، ولاعب فعلا خطير جدا في نص الملعب، بيلعب في مركز 6 و8، ولاعب عنده رؤية ممتازة في التمرير وبيخلق فرص كتير جدا. لعب في الموسم اللي فات 25 مباراة، قدر يسجل خلالهم 4 اهداف وصنع 4، وفعلا لاعب مميز على ابعد مدى. ودول تقريبا لعيبة المميزين جدا في الفريق. اما الفريق برضو قدر يتعاقد مع 5 صفقات في الفترة الحالية. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، ومواجهه مش سهله تماما، احنا اللي نقدر نسهلها واحنا اللي نقدر نصعبها. اتمنى التوفيق وان شاء الله نقدر نفوز بالمباراه دي علشان نقدر نواجه فريق سايتل ساوندز، الفريق اللي برضو اصعب من اوكلاندي بكتير جدا، بس ان شاء الله كلنا ثقه في مارسيل كولر ولاعيبته، وان شاء الله نقدر نفوز ونقدم اداء يطمننا في المرحله اللي جايه. وبكده سيدي انتهت حلقتنا، واتكلمنا عن معظم نقاط القوه والضعف في فريق اوكلاند سيتي، واتكلمنا عن ابرز اللاعبين عندهم وابرز الصفقات اللي انضمت للفريق. كل التوفيق للنادي الاهلي، واكتب لي في الكومنتات تحت توقعاتك لنتيجه المباراه، وقول لي مين اللي ممكن يتالق في المباراه دي من النادي الاهلي. كده انتهت الحلقه، اتمنى قبل ما تقفل الحلقه توحد الله لا اله الا الله وتصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجي لك تنبيه بكل الحلقات الجديده. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله، وبإذن الله تكون حلقة سايتل ساوندز بعد ما نفوز على أوكلاند بإذن الله. يعني نتقابل بخير، سلام.